واحد الحاله وقعت في مدينه اقا ديال البنات اللي كيطيحوا في مدرسه القصبه الاعداديه، وجاء عندي واحد من السكينه وطلبني، قال لي ودي الله يجزيك بخير، راه كاين شي واحد الحاله عندنا في واحد الكوليج كيطيحوا فيه البنات. ومشيت معاه والحمد لله جاب الله التيسير، يعني البنات كلشي عندهم الصرع، عندهم الحالات ديال يعني ديال الجن، والناس ديك الساعه حاروا على داك كياكل داك الفين ديال الهلوسه وداك الشيء، ولكن داكشي ماشي صحيح. يعني دوك الناس ديال المنطقه تما الناس كنعرفهم كيقراو، ما عندهمش يعني ما عندهمش غرض بداكشي ديال اللي كيقول عليهم ديال الفنيدي وداكشي. الحمد لله اكتشفت بان الجن هو اللي واحد السيده تما مرضات دازت تخطات شي حاجه تما في المدرسه، وملي غوتات خلعات ديك البنات الاخرين اللي كاينين في القسم. يعني كل بنت ملي كيكون فيها شي جن كيكون ساكن، ولكن ملي كتعرف شي صوت مرتفع ولا شي حاجه حتى هو كينفعل، يعني الصراخ والغوات هذا الشيء كيجيب يعني الانفعال كينفعل الجن اللي كيكون في الجسد. لهذا طلعوا كل شيء دوك الجن اللي كاين في دوك البنات، شي عنده السحر، شي عنده يعني العين، شي وحده عندها، كل وحده وشنو عندها. ومن جيت الحمد لله بقيت من دار لدار كنكتشف الحالات وكنعالجهم الحمد لله باذن الله، ورجعوا الناس للمدرسه ديالهم، رجعوا البنات بخير وعلى خير الحمد لله. انا كون قلبوا صاغرين وهلقي السحرة ساجدين، وهلقي السحرة ساجدين، وهلقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وقلنا يا موسى القى عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون، فوقع الحق بطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وهلقي السحرة ساجدين، وهلقي السحرة ساجدين، وهلقي السحرة ساجدين، وهلقي السحرة ساجدين، وهلقي السحرة ساجدين. والناس الحمد لله شكرونا بعد الشكر لله عز وجل والسلطات المحلية الحمد لله، يعني كل شيء يعني الحمد لله الناس تهنا وارتاحوا في ذاك الجانب. كان قالوا لهم قال لهم الاطباء بان هاد البنات هادو خصهم يمشيو للمستشفى الامراض العقليه واحد المده، والناس حاروا بزاف، ولكن الحمد لله جاب الله النتيجه الحمد لله بالقران الكريم. نسال الله عز وجل ان يوفقنا للخير ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.